خريجك يا حنان، انت دائما بتحبي تحرجيني قدام اهلك. هلا لاني عم بحكي ضميري فيك بكون عم احرجها. يا احيانا الحقيقه بتحرج. قصدك الحقيقه بتجرح. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ هي ام محبين اهلين. مرحبا يا جماعه. ميت مرحبا. عزتك بخدمه يا ياسين. خير ان شاء الله. وين ابو محبين؟ شايفه مو معك. ضعفان وملحوش بالبيت، حرارته فوق الأربعين، شوي تقريب. فهمت عليكي، بدك يعني روح جيب له دكتور يا اما جيب له دواء من الصيدليه. ايه الله يرضى عليك ياسين، دواء القريب معروف. لا لا هيك ولا هيك. لك كان شو؟ يا ريت يا ياسين لو لبكناك الليله تطلع سحر عنه. بدك يعني احمل الطبله واطلع سحر عنه؟ ايه ما بدها شطاره. قال شو في يا عال؟ ايه انا يا ام محدين ما بعرف بشتغل الشغله. كلك مخبطة على الطبلة وقالت اصحى يا نايم. بس مثل ما بدك اعتبرها اخي ياسين كل هالليلة. شو رأيك ياسين تجبر بخاطر خالي ام حدين وتسحر هالليلة؟ شو بنا ياسين الناس لبعضها. معك حق، قلتك الناس لبعضها. سلمي لي على ابو محدين كتير كتير. وانت حنان اطلعي لفوق انا. قالوا لبعضها، أنا بخاف من خيالي، وين بدك تشحشطني بأنصاف الليالي؟ قلت لحالي منتونس أنا وياك وبنوبك ثواب. لك أني ثواب هاد؟ مو أنت تبرعت تساعد أبو محدين؟ بلا. خلاص روح نوب الثواب لحالك. تصطفل، أنا قلت لحالي بكسبك كم حسنة، بس مالك بالطيب نصيب، سلام عليك. تا 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 تا، هلا فيها حسنة هاي؟ لكام؟ وخاصة عم تشتغل شغلة عن واحد الله يعافيه مرضان. هلا أبو محدين مرضان؟ ودي على قلبي قالب كتكوتي. لك أنا استناني أمري لأفضل. يا مال الشام يا
اهلين وسهلا لك. وين ابو الحتين؟ معي هيثم كمان. اهلا وسهلا. شو هذا؟ سلم يا حلوين. وين ابو الحتين؟ مريض. قول الله يعافيه. امين الله يعافيه. ونحن طلعنا عنه منشان نسحر هالليله بس. الله يجزيكم الخير يا بي. طالما في معكم هونداي يا ريت تاخذوا له هالغساله توصلوا لها. مو على عيني، مو على عيني، مشان مرته تغسل عليها. طيب حطها بالسياره. يلا تعال ساعدني هيثم. طيب ساعدك. يلا يلا. يا نايم وحد الدايم، يا نايم وحد الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. يا نايم وحد الدايم. إن شاء الله ميسرة. شكرا. يا نايم وحد الله. ما فاتت بمخي الشغلة هي. أكيد الشغلة مربحة، لو ما كانت مربحة كان ما حطوا إذاعة وميكروفونات، وبعدين آخر الشهر بلموا المعلوم. يا عمي شو بدنا نساوي؟ مو حسد بس ضيعة عين. يبعت لي حمى شحوبه. يبعت لي حمى قايلين بالكتاب حطي كاستين حليب ومعلقتين طحين. قمت عملت العكس لك. ها ما في غير هيك. هلا يلا يلا كله. شو طيبة؟ هلأ صارت منيحة؟ هلأ بتطلع ظريفة كتير لما بتلقى فوق المعكرونة. خذوني معكم بتكسبوا فيني ثواب. شو علي عمي؟ اطلع 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 الصندوق اطلع. يا شلون عم تقول لي اطلع؟ ما بتعرفوا مين هاد وما بتعرف لوين رايح. شو بنا يا سيدي؟ بدنا نوصله لراس الشارع. شو بنا؟ راحت عن بالي. بس اليوم جايين عواض اخي ابو محدين. خير؟ شو ابو محدين من غير شر؟
شو نقلوه من حارة لحارة تانية؟ دك لا! لا 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 بس يعني شو بدي اقول لك؟ ادعي له الله يشفيه. مرضان مسكين ونحن عم نسحر عوضه منشان ينوبنا سوا. الدنيا فنيت وما خليت، زكاتكم وقفوا شوي. وقفوا شوي شو معقولة يا سيد؟ بدها منا انه نوصلها؟ ايه منوصلها وبينوبنا ثواب اضافي. يا نايم وحد الدايم. يا نايم وحد الله. يا نايم وحد الله. يا نايم وحد الدايم. دخلكم توصلوا لي هالامان لابو محي الدين، شوي تغراض لاولاده. مو على عيني، اعتبريهم وصلوا اختي، اعتبريهم وصلوا. الله يجزيك الخير. يا نايم وحد الدايم. شوفي البشاميل. صحيت العز معك بس يلا طيبين. يطير عقله. ايه جبنا الاشقوام وين حطيتها؟ وين؟ ها ايه المبرشه. عشر دقايق وبتكون محمرة ومقمرة لبين ما يجي ياسين. شو عم تتوشوش انت وياه؟ ما في شيء. وشكم على الحيط لشو؟ وشك على الحيط. وشك على الحيط؟ ديك لفوق؟ هذا الحكومة. شو كم مسحر انتو؟ هذا انت؟ وقعت ولا الهوا رماد؟
سارقين غسالة كمان؟ شو هذا يا البلكيس؟ شوية لبس من عند خالتي النادر. وعم تعترف منين سارقهم؟ قوم زيد. على زيد لشو؟ على مهلك قلت. زيد. صف مع شركاتك. شركاتك؟ وشك على الحيط. اسمعني شوي، اسمعني يا عمي ابو محمود. المكفر بسمعك. اسم الكريم، اسم الكريم. صف على الحيط وشك لجوا. صارت 4:30 الصبح، معقول عم يسحر الناس لهلا؟ رح تبرد المعكرونة وحضرته لهلا ما شرف. نسيت حط اللجاج. يلا تمرق. شو بدي ساوي هلا؟ مالي غير اتصل بأخي هيثم. والله غلي قلبي على ياسين. بالمختصر المفيد، نحن لا نعرفه ولا بيعرفنا. ايوه شو بدك تسلب علي ولا انت وياه؟ ان شاء الله مفكرني. هات ايدك والحقني. سارين هالسرقه المشتركه وبدكم تعملوا حالكم ابرياء؟ على همان يا فرعون؟ دهر؟ غساله؟ أواعي؟ بعدين هالسيارة لمين ولا؟ لابن خالي بيشتغل عليها بيع حفاضات ومحارم 800 بالحارة. خلاص! 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 مدام السيارة لابن خالك وراها وينه؟ مو معي بالبيت. وانت ولا؟ نعم. قلت لي غسالة؟ لخالك ابو رياح. ما مزبوط. واذا مالك مصدق جيب خالي ابو رياح وهو بيقول لك. ساده لبعيد والذهبات ما بعرفهم ولا بعرف منين. سيدي ممكن سؤال؟ سؤال يعني معقوله نحن نسرق انصاف الليالي ونفضح حالنا بالطبل والزمر؟ معقوله؟ خلاص معقولة؟ مشان ما يشكوا فيكم على اساس رمضان وعم تسحروا الناس ولا انا غلطان؟ لا 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 شو غلطان؟ سعيدة يا هيثم. كلمنك سواب ما سواب ما. بسم الله الرحمن الرحيم. لك هيدا رب ما دفع الامساك وحضرته لهلا ما شرف. ما يكون اخذوا الحال وفرحان بالطبلة ولهلا ما شرف حضرته. بس ما يكون صاير معه شيء لا سمح الله. لا قوم شوف جارنا ابو مروان. شو ما بدكم تعترفوا ما؟ بشو؟ سيدي. بشو؟ اسمعوا انت بالعمدة. الانكار ما بيفيدكم. بدكم تعترفوا غصبا عن الطحطح تبعكم كيف خططتوا لهالجرائم انتوا ابو الليل. سيدي لا بنعرفه ولا بيعرفنا. طلع فيي ولا شو شايفني؟ شايفك عشر ظلم. ابدي خليك تشوفني مية مية. شوف سيدي، قبل ما اشوفك ألف راح احكي لك القصة كلياتها. معناتها راح تعترف. هات لشوف، سمعني شو القصة. شوف يا سيدي، أنا وياسين لما كنا بالسوزوكي رحنا أنا وياه ومشينا بذاك الشارع، ومن بعد ما مشينا بذاك الشارع طلع اثنين معنا بالسيارة. قلتيلي راح يسحر بالحارات بدل أبو محدين؟ على أساس هيك، هي أذن الصبح ولهلا ما رجع. أيوة، ما في غير إني روح لعند أبو محدين بركي بلاقيه عنده. كون إلك ممنونة يا جار. ولو يا اخت حنان الناس لبعضها، راح اغير اواعيي وبروح وان شاء الله برجع وبطمنك. قولي ان شاء الله.
ان شاء الله. لحد هون هي القصه، وهيك اخي ياسين مزبوط مثل ما حكى لك اخي هيثم تمام. يا ويلكم من ظلام ليلكم اذا كان هذا الكلام مو صحيح، وهلا رح اتاكد اذا كان كلامكم صح ولا مو صح. عريف عرفون خبر سيدي. دخل لي ابو الليل اشوف. حاضر سيدي. شو ابو الليل؟ من امتى انت ورفقاتك المصونين شركاء بالسرقه والنصب والاحتيال؟ من امتى؟ ليش اعترفوا بشي سيدي؟ جاوب على السؤال يا سيدي. انا لا بعرفون ولا بيعرفوني. لا بتعرفون ولا بيعرفون؟ نعم سيدي. ولا؟ نعم. انت اعطيني صورة شي؟ ابدا سيدي. حاضر. وهي الصورة. يا سيدي بس هيك سبحان الله حظهم الحلو وقعهم بين ايدي. وقعهم بين ايديك؟ نعم سيدي. ما فهمت، وضح لي شو. حاضر سيدي. هذا يا سيدي شفتهم بالليل كانوا راكبين سوزوكي. أشرت لهم وطلبت منهم يحملوا لي الغرضين ويوصلوني أنا والغرض. فكري فاجئ ياسين بمعكرونة البشاميل، ولي على حظي. لا وطبقتها مثل ما مكتوبة بالضبط. ما له نصيب يتسحر منها. ليش أنا تسحرت؟ آسفين يا سيد ياسين وآسفين يا سيد هيثم. ثبتت براءتكم بعد ما اعترف أبو الليل. يا سيدي لو كنت من أول محقين مع أبو الليل كنا ما تشرشحنا هالشرشحة ولا تبهدلنا. حصل خير حصل خير، ما صار شي. صار شي؟ ما صار شي. منكرر أسفنا. شايف أبو الليل طلع ابن حلال وعنده ضمير. يلا الله معكم. الله معكم. شكرا سيدي. والصورة سيدي علي فرفان. لك هذا مو ابو مروان؟ ليش نايم قدام باب بيتنا؟ هذا يمكن متخانق هو ومرته ومقلعته لبرا. اللهم اني صايم. مروان؟ يا عب مروان. مروان! بسم الله الرحمن الرحيم. روّي. مين ياسين؟ وينك انت؟ الحمد لله على السلامة. قلبنا الدنيا عليك. خير؟ شو في؟ لك ما خليت ارني ما دورت عليك فيها. لا 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 لا. مين عامل فيك هيك يا ياسين؟ مخ. قولي وانت كمان؟ بس هو اكتر. خير جارنا ياسين، شو القصة؟ شغلة بسيطية ونحلت على خير. ايه دخيلك ياسين، اتصل بمرتك حنان عالشغل، المسكينة رح يطير عقلها عليك. حاضر شكرا. هات على الكرسي تبعي. الله ستركم يا ياسين، هلا شلون حاسس؟ ان شاء الله على العيد. بفش الورم وبيروح. وهيثم شلون حالته؟ نحن اثنين بالهوى سوا. الحمد لله على سلامتكم. شوف ياسين، ريح حالك انت واخي هيثم، وانا رح دبر فطور اليوم. شوفي حنان، نحن ما خرج نطلع على الشارع ويشوفنا حدا. ولا يهمك ياسين، انا رح اتصل بشي مطعم. لا دخيلك، ما بدنا مطعم الليل ولا ابو الليل.